بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنتكلم يعني ايه صحة عقلية في المراهقين. اول حاجة ان انا اكون بفكر بطريقة كويسة، ما عنديش افكار شاذة او افكار غريبة، ان انا اكون مشاعري مظبوطة، ما عنديش مشاعر حزن كتير او مشاعر توتر، اكون سلوكياتي مظبوطة، ما عنديش مثلا عنف زيادة. طيب ايه الامراض التي قد تصيب المراهقين؟ اول حاجة من اشهر الامراض الاكتئاب، ان انا مثلا اكون معظم اليوم مانيش مزاج اعمل اي حاجة، مكتئب طول اليوم لفترة طويلة، ان انا نومي يبقى فيه اضطراب سواء بنام قليل او بنام كتير، الاكل بتاعي الشهية بتاعتي للاكل سواء ما عنديش شهية او الشهية بتاعتي باكل بزيادة، او عندي احساس بالذنب ممكن توصل لافكار في الموت او افكار ان انا اأذي نفسي. في بعض الاكتئاب اللي هو التوتر، ان انا دايما اعصابي مشدودة، عندي ضربات قلب سريعة، مش بعرف اتنفس بطريقة كويسة، ممكن يكون عندي رقفة او جعشة في جسمي. ممكن اضطراب اللي هو الوجداني ثنائي القطب، ان انا يجيلي فترات ان انا بتكلم كتير، ما بنامشي، حركتي زيادة، ممكن يكون مصاحب معاه نوبات اكتئاب او مش مصاحب معاه نوبات اكتئاب. ممكن يجيلي اضطراب ذهاني او الاسم بتاعه التاني الفصام، ان انا بيجيلي افكار غريبة شوية او ملهاش علاقة بالواقع، ان سواء ان حد بيتكلم عليا، حد عايز يأذيني، او في صورة هلاوس سواء الهلاوس دي سمعية او بصرية او حسية. ممكن يجيلي اضطرابات في الاكل، ان انا مثلا اكون وزني كويس ودايما حاسس ان انا مليان، ان انا اعمل اكل كتير مثلا وما اقدرش اعمل كنترول على الاكل بتاعتي، وبعد كده عايزه اتخلص من الاكل ده، ان انا اعمل تمرينات عنيفه، او ان انا مثلا اخد حاجه تخليني ارجع، او استخدم حاجه تخليني اتخلص من الاكل اللي انا اكلته ده. ممكن اضطراب اللي هو فرط الحركه وعدم الانتباه، دايما عندي مشتت، ما بعرفش اركز لفترات طويله، عندي حركه زياده. دي تقريبا اشهر الحاجات اللي هي موجوده في المراهقين. طيب ازاي اتعالج؟ طبعا الخطه العلاجيه بتختلف من شخص لشخص، فهي محتاجه تقييم عن طريق الطبيب النفسي، ان هو يقول لي انهي طريقه علاج تناسبني، يحدد لي الشده بتاع المرض بتاعتي، هل انا عايز علاج بس تاهيل نفسي ولا انا محتاج دواء. عندنا انواع كتيره مختلفه من الدواء، عندنا مضادات اكتئاب، التوتر، فصام، اضطراب ذهاني، في ادويه كتير جدا. وطبعا الادويه مش الحاجه اللي هي الاستجما المشهوره عن الادويه، ان انا يا دكتوره خليني عندي معتمد على الادويه، انا مش هعرف ابطل الادويه دي تاني، لا طبعا الادويه دي مش اللي احنا بنستخدمها، مش كده. تاني حاجه فيه اللي هو ايه الدعم النفسي، في انواع كتيره من الدعم النفسي، سواء العلاج اللي هو بيسموه سبورتيف سايكوثيرابي، او ان هو العلاج السي بي تي اللي هو بيبقى عباره عن العلاج المعرفي السلوكي، او العلاج الاسري. طبعا خطط كتير قوي للعلاج، فاحنا طبعا مستنيينكم في مستشفى الجويس لاي حد بيعاني من اي اضطراب، ان هو حتى يجي يطمن على نفسه ويشوف هل انا محتاجه علاج ولا لا. شكرا.